السلام عليكم الاخوان الاخوات المتتبعين ديال هذه القناه. هذه كنشكركم بزاف 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 بزاف. كديرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يعني التوفيق للجميع ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نكمل يعني هاد الفوال هذا اللي كنت بديته، فدابا غادي ندير نكملوها ان شاء الله. المهم انا هنايا من بعد ما درت هاد الفاشيون هذا، دابا غادي ندوزو للمرحله ديال الصباغه. والصباغه انا راه ما غاديش نصبغو كله، يعني غادي نصبغ فيه غير شي حاجه غنخليها، يعني بلايص غادي نخلي نصبغهم وبلايص اخرين غادي نخليهم ما غاديش نصبغهم لانه مازال عندي فيه، مازال غادي نخدم فيه. المهم تابعوني ان شاء الله باش تشوفوا التتمه ديال هذا كيفاش غادي يخرج. وكنتمنى ان شاء الله تكمل الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، واخا ربما يقدر يجي شويه يمكن طوال الفيديو ولكن معليش. المهم انا بالنسبه للصباغه فانا ما غاديش ندير لا الوان لا والو، غادي نصبغ غير هادي. خديت هادي بخريطة في الكري، هادي ها هي في هاد اللون هذا. انا راه دائما تنخليوه دائما في هاد المرمى ديالو، ما غاديش نحيدوه حتى غادي نكملو مزيان، يعني حتى نكملو عاد غادي نحيد المرمى. هنايا غادي نجي غادي نصبغ انا غير هادو فقط اللي غادي نصبغ. انا غادي نحاول عليه غير بشويه باش ما نقيش هذا الفاشون اللي درت ليه، ما نقيسوش. نحاول ندخل فيه شويه صباغه باش تنزل لي الصباغه لتحت. انا ما نزربوش عليه في الصباغه وما نكثروش يعني الصباغه بزاف، يعني نبقاو نهزو غير شويه بشويه هكا، ونبقاو يعني نسرحو بالبانسو باش نحسو بان دخلات الصباغه في الداخل ديال الثوب. واخا راه شويه هو راه رهيف، ولكن مع ذلك راه شويه كتبقى في ديك الصباغه هكا، الا ما سرحتوهاش مزيان كتبقى شويه هكا الفوق. ولكن بلا ما نقيسو هاد الفاشي حنا اللي درنا، حيت الا قصنا غنضطرو ثاني نعاودوه، لانه غادي نضربوه بالصباغه وغنضطرو اننا نعاودوه. انا باش نتفاداو اننا باش نعاودو يستحسن انا نخدموه هكا غير بشويه. ناخذ البانسو شويه رقيق نفره، ممكن نخليوه بلا ما نصبغوه ونكملو، ولكن قلت انا حيت هكا نصبغوه غير كيجي شويه زويون. ومن بعد عاد غادي ندوزو للمرحله الاخيره ديالو. رغم ان هادشي راه كله تقريبا الاغلبيه ديال الاخوات اللي كيديروا لا بانتيغ راه كلشي عارفينه، لكن مع ذلك راه كاين اخوات اللي عادي الله بادين وما عندهمش يعني ما عندهمش الفكره هذه، او ربما ما عارفينش الطريقه ديالو ديال الفواب، لانه كي اللي كتشوف الثوب مثلا بحال هكا خفيف تقدر تقول لك انا راه فهمتي ما تشدش فيه لا صباغه لا والو، ولكن مع ذلك درت تشد فيه صباغه. غير هو خص يكون الفوال الماركه اللي مزيانه ديال الفوال. هنا نحاولوا هكا يعني نديو نجيبو في البانسو مزيان باش نحسو بالصباغه راه دخلت لنا في وسط ديال الثوب. هنا اللي بغى يديرو بالالوان راه ممكن يدار بالالوان، انا هنا هذا ما غاديش نديرو بالالوان حيت انا يعني عندي غرض به، مازال انا مازال غنخدم فيه شي حوايج اخرين، يعني واحد الطريقه يعني باغا نخدمها بها.
المهم انا غادي نكملو ومن بعد غادي نرجع لكم. هنا من بعد انا ما كملت هنا في صبغت هذوك البلاص اللي بغيت وخليت هنا شي حوايج ما صبغتهمش. انا هنا غادي نخليه حتى نشوف مزيان حيت مازال ما ناشفش، مي غادي نشوفو دابا انا بالسيشوار. هنايا اللي بغيت نقول لكم ان هذا الفوال هذا الا ما ضغطتوش بحال هكا على الباسو مشيتو مزيان ديتو جبتو درتو شويه وبقى تبقاو تزيدو شويه في الصباغه بهذه الطريقه، هو شنو كيوقع لي دابا ان فوا تتحطو الصباغه في المره الاولى بحال هكا ملي كتديو الباسو تتجيبو تيجيب بانه راه زعما صافي راه تصبغ، ولكن هو لا راه ما كيتصبغش، يعني خاص ضروري تبقاو تدخلو فيه الصباغه بهذا الشكل باش تدخل ليه الصباغه مزيان، حيت الا ما درتوش ملي كينشف كيولي كيبقى يعطي دي طاش، يعني كيبان لكم الخوا ديال الثوب بانه راه الثوب ما فيهش هذا سميتو الصباغه. فهنايا ضروري نبقى نديو مزيان بحال هكا بالبانسو باش كنت يعني ندير بان الثوب صافي راه شارب الصباغه مزيان بحال هكا في الجناب وفي كل شيء، يعني ضروري الطريقه هذه. دابا ان شاء الله دابا غادي نشفو بالسيشوار، ولكن نتوما ما تنشفوش بالسيشوار لانه هذا الشيء راه تيخلي خصو ينشف يعني على خاطرو. انا غادي نشفو ان شاء الله دابا ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. هنايا انا من بعد ما شفتو هنايا هكا شفتو يعني مزيان، ولكن نتوما كما قلت لكم انا ما تنشفوش ما ديروش ليه السيشوار. دابا غادي نخدم بالكاويه، هنا هاد الكاويه هادي راه غادي نخليها حتى تسخن، يعني تسخن مزيان عاد غادي نعاود نخدم نوريكم شنو غادي نخدم بها. هادي راه في الاول تتعطي شويه الريحه، ولكن معليش واحد شويه يتحمل خطره شحال ماشي مشكل. المهم انا غادي نخليها تنشف مزيان ونعاود من بعد نرجع. المهم بالنسبه للرشم بالسيلو فما ننصحكمش انكم تخدموا كما سبقت قلت لكم في الفيديو اللي فات ما ترشموش به، بالفعل ما ترشموش هذا بالسيلو لانه ولو انني انا درت الفاشيون، ولكن بالنسبه لي هنا السينو بالنسبه لي انا هنا راه تيبان ربما ما غاديش يبان في هذا في التصوير لانه حيت مع البيض كلشي بيض في بيض، هنا السيلو راه شويه راه باين. فدائما غديروا قلم الرصاص وتبقاو بشويه يعني تحكموا دائما، واخا كاينه المرمه ولكن دائما نتوما تعاونوا الثوب هذا بيديكم باش ما يزلقش باش تقدروا تحكموا في هذا بالنسبه للرشيم. دابا من بعد ما غتسخن ليا الكاوي غادي نرجع لكم ان شاء الله. انا هنا من بعد ما سخنت الكاويه مزيان دابا غادي نحاول غادي البلايص اللي ما بغي اللي بغيتهم هذه يجيو مشبكين غادي نحاول نخويهم، ولكن هنا غادي نحاول غير بشويه بهذه الطريقه باش ما ندخلش في الفاشيون هكا باش ما نديرش. هي راه الا كانت سخونه مزيان راه كتجي ساهله في هذا ديالها في التقطاع، ما كتاخذش واحد الوقت. راه الا ما درتوش راه دغيا كيمشي كتقدر تفوت في الثوب. انا راه غير بشويه المهم هادو انا غادي نحلهم كاملين من هنايا باش يعطيه ليا مشبك، وفي نفس الوقت هاد الكاويه هادي كتحبس داك الفاشيون انه ما كي ما تيتحل ما والو، يعني ما تخافوش منه لي ما سوق عليه شي حاجه. انا راه بالخف ملي كتسخن مزيان راه بالخف كتولي كتدخل في الثوب متلقاوش فيها مشكل.
هو الثوب راه خاصو يكون شويه مجبد مزيان باش يعاونكم على هاد. دابا غادي ندوز للوسط هنايا، غادي نحركو بهاد الطريقة. راه كتجيب الخف دغيا هذا سميتو دغيا كتقطع الثوب بهاد الطريقة، لانه حيت هتشوف رهيب وفي نفس الوقت هادي سخونه بزاف. ومن بعد عاد غادي ندوز لهاد البلاصه هادي حتى هي. هنا اللي الا خلينا شي حاجه نعاودو نرجعو ليها واحد شويه هذا الشكل باش ما يبقى عندنا هذا الحشي ديالته تكون نقيه مزيان. هادشي كيبغي تخدم شويه بشويه، يعني تعطيو شويه الخاطر وما تزربوش بيه باش ما تدخلوش مثلا في هذا في الفاشون، حيت هو دغيا دغيا كيدي. بحال هاد البيص هادو اللي بقاو شويه كنشدوهم كندير لهم بحال هكا من هنا غير بشويه كيبقاو مشنتفين، ولكن عندكم لا تحرقوا يديكم لانه هنا راه غادي سخونه بزاف. هذا هو كيفاش جا كما كتشوفوا، هو هنا كنقدروا نحطوا شي يعني تشوب اخر اللي غيكون مثلا اللي غيواتي مع هذا يعني غيكون مغاير بطبيعه الحال، ما غاديش يكون ابيض لانه باش يبانوا هاد التقيبات ديال هذا كيعطي يعني تيخرج داك اللون الاخر اللي كيكون لتحت من هنايا. ايوا كنتمنى ان هاد الفكره هادي تعجبكم،
وكنشكركم يعني كنشكر جميع الاخوان والاخوات المتتبعين ديال هذه القناه هذه، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع ان شاء الله، وتنقول لكم السلام عليكم لفيديو اخر ان شاء الله والفكرة اخرى ان شاء الله.